في هذا المقهى وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط يواصل أحمد العمل لتحضير طلبات زبنائه الذين استقطبتهم المقاهي وفضلوا جلساتها على جلسات البيوت. هون الحمد لله الشغلة زينة وياسر من الكليان هون الحمد لله وكل شيء زين. عندنا مطعم هون نقدموا فيه ياسر من المأكولات والكافي والجي الحمد لله الشغلة هون زينة. مقاهي العاصمة الموريتانية التي يعتبرها البعض وافدا جديدا على ثقافة البلاد تحولت إلى حاضن للثقافات العربية، فيها يتبادل الرواد ثقافات بلدانهم ويناقشون ما يميز كل بلد عن الآخر. القهوة كيشي دريك تلاقح بين الشعوب، تجمع ياسر من يجتمعوا فيها الجاليات ويجتمعوا تتلاقح مثلا الشعوب أنهم يجتمعوا كاملين في قهوة واحدة ويخرصوا ماتش بليدة خالقين واحدين قاع يتجروا عن طريق دريك القهوة يجوا عدوا صفقاتهم هون. سمر المقاهي وحديثها الجماعي اختاره الشباب الموريتاني عن جلسات الشاي التقليدية، فتحولت تلك الجلسات وما يصاحبها من أشعار إلى هذه المقاهي التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الشباب.